أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست بازنجا، الأول بالعالم العربي عن الذكاء الاصطناعي. معكم علي. مر وقت طويل بين الحلقة الماضية والحلقة وعنا أخبار كتير لنشاركها معكم، بس قبل هيدا الشيء عندي خبر جديد عن صفحتي على يوتيوب علي شوز اللي صار عليها أكثر من 5000 مشترك، وعلى هيدا الأساس قررنا تغيير صيغة البودكاست بحيث رح يصير فيديو ننشره على يوتيوب، وبنفس الوقت رح يضل البودكاست الصوتي متاح على كل المنصات. بنرجع لآخر أخبار اليوم عن الذكاء الاصطناعي. رح نحكي عن مستقبل السينما مع ميتا ومبادرتها الجديدة وتعديلات على إطلاقات سابقة من جوجل، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتزييف العميق على تيليجرام وفكرة الاستثمار بأسهم إنفيديا. وطبعاً من منطقتنا العربية مفاجأتين من الإمارات على الشركات الناشئة وخدمة المحامي الافتراضي. خلونا نبدأ. خبرنا الأول بيحكي عن التقنيات اللي عم تقتحم مجال صناعة الأفلام. ميتا عم تطور أداة جديدة اسمها موفي جين بتساعد على توليد الفيديوهات القصيرة بناء على النصوص اللي بتكتبها. هالأداة مش هتكون بديل لصناع الأفلام، بل عم تكون مساعد إبداعي ممكن يلهم أفكار جديدة أو يساعد في رؤية المشاهد بشكل مختلف. ميتا عم تشتغل مع صناع أفلام بهوليوود، ومن المتوقع إطلاق الأداة للجمهور سنة 2025. ما تخافوا على السينما إذن، لسا القصة البشرية هي اللي بتصنع الفرق، والذكاء الاصطناعي مش قادر يكتب قصص تقلب الدنيا. الخبر اللي بعده عن جوجل اللي عم تطور نسخة مدفوعة من نوتبوك LM موجهة للشركات والمؤسسات تحت اسم نوتبوك LM Business. النسخة الجديدة حتساعد الفرق على التعاون والإنتاجية بشكل أكبر، وحتتضمن ميزات جديدة مثل Audio Overview اللي بتتيح إنشاء ملخصات صوتية للمشاريع والأبحاث. ميزة الأمان وحفظ الخصوصية جزء أساسي من هيدي النسخة، وجوجل وعدت أنها بتكون متاحة للاختبار قريباً عبر برنامج تجريبي. الخبر اللي بعده نسبياً سلبي عن تقرير من موقع وايرد اللي كشف عن تزايد خطير لبوتات على تيليجرام تستخدم تقنيات ديب فيك لإنشاء صور غير أخلاقية. هالبوتات اللي صار إلها ملايين مستخدمين عم تتيح للناس خلع الملابس عن صور أشخاص بطريقة افتراضية وعم تنتشر بسرعة. تيليجرام حذفت العديد من هالبوتات والقنوات، لكن للأسف صانعي المحتوى عم يرجعوا بسرعة ينشؤوها وبنفس اليوم. هالموضوع خطير وعم بدر فئة كبيرة من الأشخاص حول العالم. لازم نكون واعيين لهالنوع من الأضرار اللي بتجي مع تقدم الذكاء الاصطناعي. ننتقل هلا للخبر اللي بعده من أبو ظبي. شركة بريسايت الإماراتية أعلنت عن إطلاق برنامج جديد لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. البرنامج اللي بيستمر لمدة 3 أشهر رح يقدم للشركات الناشئة دعم ضخم من حيث التكنولوجيا والموارد، بالإضافة لإتاحة فرص الوصول لشبكات واسعة من الشركاء والعملاء. الهدف الأساسي هو مساعدة الشركات على توسيع نطاق أعمالها وتجهيزها لدخول السوق بشكل ناجح. يعني باختصار، الإمارات مش بس عم تستثمر بالذكاء الاصطناعي، بل كمان عم تدعم الشركات الناشئة للوصول العالمية. وخبر تاني من وزارة العدل الإماراتية بالشراكة مع عدة جهات اللي أعلنت عن مشروع المحامي الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. هالمحامي الافتراضي رح يساعد المحامين في قضايا بسيطة ورح يسرع عملية التقاضي ويطورها باستخدام تقنيات متقدمة. المحامي الافتراضي بيستخدم قاعدة بيانات تشريعية موحدة ورح يكون قادر على التفاعل مع القضاة، تحويل الصوت إلى نص وتقديم المستندات. النسخة التجريبية حتكون جاهزة خلال العام المقبل، ورح تكون خطوة كبيرة نحو تطوير قطاع العدالة باستخدام التكنولوجيا بالإمارة. آخر خبر اليوم عن الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي عن شركة إنفيديا اللي عم تعيش فترة ذهبية. أسهم الشركة حققت نجاحات هائلة هيدا العام، وتوقعات المحللين بزيادة أكبر لأسعار الأسهم تصل إلى 38% من سعرها الحالي. وسبب هالارتفاع هو الطلب على رقاقات إنفيديا، وخصوصاً رقاقتها الجديدة بلاكويل اللي الشركات الكبيرة مثل جوجل وميتا كلهم عم يتهافتوا عليها. الجدير بالذكر أنه إنفيديا مش بس عم تركز على الرقاقات، بل كمان شراكتها مع شركات مثل مايكروسوفت وأكسنشر لتطوير بيئة كاملة بتدعم نمو الذكاء الاصطناعي. يعني إذا كنت عم تفكر تستثمر، الخبراء شايفين أنه لسه في فرص كبيرة قدام الشركة. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا كتير على استماعكم لبودكاست بازنجا. لا تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا وتزورونا على bazinga.ai. إذا في عندكم أي تعليقات أو أفكار احكوا لنا. نرجع لكم بحلقة جديدة قريبة مليانة بأحدث أخبار الذكاء الاصطناعي. كان معكم علي محي الدين. شكرا. سلام.